السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين ومشتركين القناة. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع حلقة جديدة من حلقات قواعد اللغة الإنجليزية، واللي هنتكلم النهاردة فيها بشكل مفصل عن المضارع البسيط. قبل ما نشرح المضارع البسيط، سبسكرايب، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. present simple او simple present مضارع بسيط. يعني ايه مضارع بسيط؟ مضارع بسيط يعني معنى كده ان الاحداث بتحصل في الوقت المضارع او في الوقت الحالي. على سبيل المثال، انا عندي تكوين الزمن ده. الزمن ده بيتكون من الفعل في المصدر باضافه اس اي اس اي اي اس، لكن مع الضمائر المفرده زي الاي والشي والاي او اي اسم مفرد. لكن عندي الانفينيتيف، المصدر نفسه بيأتي مع ضمائر الجمع زي they والwe والyou، بالإضافة إلى I اللي هنعملها معاملة الجمع هنا. إمتى بضيف الـ S أو الـ ES أو الـ IES للفعل؟ تعالوا كده، الـ ES بضيفها إمتى؟ قالك لو الفعل انتهى بنهاية من النهايات الخمسة التالية: CH SH OX اس اس، او بنقول عليها دبل اس. تعالوا ناخد امثله. ماتش انتهت بسي اتش، فهضيف ليها اي اس، ماتشز. واش انتهت باس اتش، فهضيف لها اي اس، واشز. جو جوز. فيكس يصلح، فيكسز. واخر حاجه اللي هي كلمه كروس، كروسز. يبقى اذا النهايات الخمسه لو نهايه واحده بس انتهى بها الفعل، هضيف للفعل اي اس في الاخر لكن مع الضمائر المفرده. تعالوا نشوف مثال. He watches the TV. She washes the dishes. لكن لو جه ضمير جمع مكان مثلا she washes the dishes وحطيت مكانها they، ما ينفعش ان انا اقول they washes، غلط، لازم احذف ال es منها، يبقى they wash the dishes. امتى بضيف ال ies للفعل؟ قال لي هنا القاعدة بتقول لي ان الفعل لو انتهى ب y هنحذف ال y ونضيف ال ies. على سبيل المثال play، هل هحذف play او هحذف الواي واحط الاي اي اس؟ قال لي لا، الواي دي المره دي سبقها حرف متحرك. طيب انا عندي كام حرف متحرك من حروف اللغه الانجليزيه؟ عندي خمس حروف: اي 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 او يو. طيب يبقى اذا الفعل لو انتهى بواي والواي سبقها حرف متحرك، تبقى الواي كما هي وتضاف الاس، زي stay stays. لكن الواي لو سبقها حرف ساكن تحذف الواي وتوضع اي اي اس. على سبيل المثال cry، انتهى هنا الفعل بواي والواي هنا سبقها حرف الار، والار هنا حرف ساكن، فاذا تحذف الواي وتضاف الاي اي اس تبقى cries. study، واي سبقها الدي والدي ليس من الحروف المتحركة بل من الحروف الساكنة، فتحذف الواي وتضاف الاي اس بقت studies. تأتي الأفعال المساعدة في هذا الزمن فعل أساسي، وعندي ثلاث أنواع من الأفعال المساعدة: verb to be، am، is، are. verb to do، do، does. verb to have، has. يعني ايه بتيجي فعل اساسي في الجمله؟ على سبيل المثال من الفيرب تو بي. الفيرب تو بي زي ما اتفقنا ان هو بيتكون من الام والاس والار. I am a teacher. am هنا فعل اساسي، ما ينفعش ان انا اسقطها من الجمله. She is beautiful. ما ينفعش ان انا اسقط الاس من الجمله. They are friends. نفس الكلام، فعل أساسي. الـ verb to do اللي هي do with does. She does her homework. هي تعمل واجبها. She does her homework. ما ينفعش إن أنا أسقط الـ does. ما ينفعش أقول she homework.
يبقى does هنا فعل أساسي. They do play football on Mondays. الله، طب ما احنا كنا ممكن نستخدم نشيل الدو ونقول they play football on Mondays. ليه انت حطيت الدو؟ حطيت الدو هنا للتأكيد. يبقى اذا الدو لو استخدمتها في الجمل المثبته او does استخدمتها في الجمل المثبته فهنا اقصد بيها التأكيد، وكذلك did في الماضي. اخر حاجه اللي هو الverb to have و has. I have a car. She has a bike. هيجي بقى دور الاستخدامات، والاستخدامات بتاعة المضارع البسيط سهلة وجميلة جدا. أول استخدام لما أجي أعبر عن حقائق، وأغلب الحقائق اللي عندي في المضارع البسيط حقائق كونية أو حقائق علمية. تعالوا ندي مثال. The earth، خلي بالكم النطق بتاعي ما قلتش the earth، قلت the earth، إن شاء الله هنتعلمها في كورس الصوتيات قدام. The earth، لأن هنا the جه بعديها كلمة earth اللي هي بادئة بحرف متحرك E، فبقول the earth. The earth goes round the sun. The moon is round. Iron expands on heating. Iron اللي هو الحديد، أحيانا بننطقها iron. Iron اللي هي بالأمريكان. Iron expands on heating، يعني الحديد بيتمدد بالحرارة. فإذا دي احنا بنعبر عن حقائق. الاستخدام الثاني بيستخدم للتعبير عن أحداث دائمة. يعني إيه أحداث دائمة؟ على سبيل المثال بنقول nurses take care of patients in hospitals. Nurses help doctors in hospitals. الممرضات بيساعدنا الأطباء في المستشفيات. ممكن أستخدمها مع أحداث شبه دائمة. على سبيل المثال مثلا شخص قاعد مع بابا ومامته لفترة طويلة. He lives with his family in Cairo. الاستخدام الثالث، أنا بستخدم المضارع البسيط لما أجي أعبر عن عادات أو روتين يومي، وفي الوقت ده إن أنا هستخدم الـ adverb of frequency أو ظروف التكرار زي always, sometimes, usually, every day وهكذا. على سبيل المثال I brush my teeth every day. وخلي بالكم من كلمة every day، every منفصلة عن day، و every day الاتنين متصلين مع بعض. الاتنين اللي متصلين مع بعض دي صفة وتسبق الاسم، زي بقول every day language اللي هي اللغة اليومية، أو every day activities الأنشطة اليومية. لكن every day منفصلة عن بعض دي بنقول عليها ظرف، زي I brush my teeth every day. I usually eat meat on Fridays. يعني من عادتي يوم الجمعة بتناول اللحمة. الاستخدام الرابع للمضارع البسيط لما أجي أتكلم عن تعليمات أو أعطي اتجاهات. على سبيل المثال شخص قابلني في الطريق فبيقول لي أنا عايز أروح البنك، فكان ردي كالتالي، قلت له أنت هتمشي 200 متر وبعد ما تمشي 200 متر اتجه شمال. تعالوا نشوفها بالإنجليش هتبقى إزاي. You walk 200 meters. أنت هتمشي 200 متر then turn left، بعد كده هتتجه شمال. الاستخدام اللي بعد كده بستخدمها مع جداول المواعيد او الجداول الثابته. يعني ايه جداول المواعيد تايم تيبلز دي؟ مش فاهم. بص على سبيل المثال انا عندي، انا مثلا مسافر اسوان بكره الساعه 10 صباحا، والقطر هيتحرك الساعه 10 مثلا. يعني المفروض ان انا مسافر اسوان بكره والقطر هيتحرك الساعه 10. طيب بكره يعني معنى كده ان انا هستخدم tomorrow. تمام. طب يعني معنى كده ان انا هستخدم ويل في المستقبل؟ لا، لحد كده وقف. ادام هتكلم عن جدول مواعيد للقطارات او الطائرات او الباصز الباصات، اقف لحد كده واتكلم بالمضارع البسيط. بكره الساعه 10 القطر هيغادر القاهره، يبقى بقول the train leaves at 10 a.m. tomorrow. يعني بكره القطر هيغادر الساعه 10. ادام بتكلم عن جدول مواعيد يبقى لازم استخدم معاها المضارع البسيط. احيانا الروابط زي كلمه after، as soon as، before، by the time، until، وروابط تانية ممكن ياتي معاها المضارع البسيط. على سبيل المثال after I finish my homework، بعد ما اخلص الواجب بتاعي، I will play video games، انا هلعب العاب الكمبيوتر. يبقى اذا بعد after جه مضارع بسيط ثم جاء مستقبل.
يبقى ما نربطش رابط بزمن معين، مش شرط ان انا النهارده هستخدم افتر او اس اون از اربطها في الماضي التام، لا انا النهارده استخدمتها في المضارع البسيط، فكل رابط وعلى حسب الزمن اللي انت هتتكلم فيه. في استخدام كمان للمضارع البسيط شائع قوي لما نيجي نقرا قصه او لما نيجي نسمع حبكه دراميه او سرد درامي في الراديو او في التلفزيون. على سبيل المثال تعالوا نشوف القصه حصلت مثلا في الماضي، لكن سرد القصة أو الراوي بيحكيها في المضارع. هنا بيقول لي حاتم walks up and down the room. حاتم قاعد عمال محتار ماشي في الأوضة، رايح جاي في الأوضة. He reached a decision. توصل لقرار، جاله فكرة أو جاله خلاص القرار أو قرر حاجة معينة. He rushes out of the nearest door. اندفع عند أول الأباب أو أقرب باب لي. فإذا هنا لما أجي أحكي قصة أو أسرد خبر درامي فاستخدم معها المضارع البسيط. الاستخدام الأخير للمضارع البسيط عندي إن أنا بستخدمه أحيانا عند التعليق على المباريات الرياضية. على سبيل المثال مثلا أنا عندي المعلق الرياضي قدام مباراة كرة قدم، فبيبدأ يعلق على المباراة. على سبيل المثال المعلق بيعلق على مباراة للمنتخب وفريق أجنبي مثلا، فانا عندي ابو صلاح ماسك الكوره ومعاه تريزيجيه، فابو صلاح بيباص الكوره لتريزيجيه وتريزيجيه ماشي بالكوره. اثناء التعليق على المباريات الرياضيه استخدم مضارع بسيط. على سبيل المثال صلاح gives the ball to تريزيجيه، صلاح ادى الكوره لتريزيجيه. تريزيجيه runs with the ball، تريزيجيه بيجري بالكوره. and so on، وهكذا بقى لحد الايه نهايه التعليق. نفي المضارع البسيط. في نفي المضارع البسيط ممكن استخدم طريقتين. الطريقة الأولى استخدم الفعل المساعد don't أو doesn't، أو الطريقة الثانية استخدم كلمة never. لو don't أو doesn't، don't مع الجمع و doesn't مع المفرد وكلاهما يأتي بعدهم الفعل في المصدر. تعالوا ناخد مثال she eats fish، هي تأكل سمك. لما اجي احب ان انا انفيها بالفعل المساعد فبقول doesn't. ليه استخدمت doesn't؟ لان she هنا الفاعل مفرد. she doesn't eat fish. خلي بالك doesn't جت ما بين الفاعل والفعل الاساسي. she doesn't eat fish، هي لم تاكل او لا تاكل السمك. ممكن doesn't احذفها واحط مكانها never، لكن خلي بالك الجمله هتبقى ازاي. She never eats fish، عمرها ما أكلت سمك. يبقى إذن بعد never بيأتي الفعل المصرف. They play football، يبقى الإجابة They don't play football، They never play football. السؤال زي ما أخذنا في حلقة سابقة، تكوين السؤال بالـ WH question أو بالفعل المساعد. يبقى إذن الفعل المساعد عندي يدو يدز، والـ WH question what when where. امتى استخدم الفعل المساعد في السؤال؟ لو كانت الجملة بتبدأ بـ yes أو no. تعالوا ناخد مثال no she doesn't do her homework، لا هي ما بتعملش الواجب بتاعها. يبقى سؤال does she do her homework، هل هي تعمل الواجب؟ الإجابة no she doesn't do her homework. تعالوا مثال آخر yes she does her homework. خلي بالكو yes she does her homework، does هنا فعل أساسي. لما أجي أسأل يبقى does she do her homework، هل هي تعمل الواجب بتاعها؟ تعالوا ناخد سؤال بالـ WH question. they play football on Mondays، هم بيلعبون كرة القدم أيام الاثنين. نسأل بوين، when do they play football. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. وفي نهاية الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.